السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الحلقة 18 من حلقات الهندسة الجيوتقنية. في الحلقة دي هناخد نوع آخر من أنواع السول ستابلايزيشن أو تثبيت التربة أو تقوية التربة، اللي هو السويل نيلينج. والسويل نيلينج هو نوع تاني او نوع اخر من انواع تثبيت التربة. طبعا احنا خدنا في الحلقات السابقة جيوتك ستايل والجيوميمبرين، وخدنا جيوغريد. في الحلقة دي هنعرف يعني ايه السويل نيلينج. تعالوا بينا كده نشوف مع بعض ايه هو السويل نيلينج. What is soil kneeling? Soil kneeling is a construction remedial measure to treat unstable natural soil slopes, or as a construction technique that allows the safe oversteepening of new or existing soil slopes. بمعنى ان soil kneeling او تدبيس التربة هو عبارة عن علاج للتربة الطبيعية او الميول الطبيعية الغير ثابتة، او هو تكنيك بيسمح بمعامل تأمين للتربة اللي هي شديدة الانحدار لتربة جديدة او تربة اوريدي موجودة. تكنيك of soil kneeling. The technique involves the insertion of relatively slender reinforcing elements into slope of generally purpose reinforcing bar, also proprietary solid or hollow system bars are also available. Solid bars are usually installed into pre-drilled holes and then grouted into place using a separate grout line. يعني في التكنيك بتاع السول نيلينج انا بدخل ماسورة في السويل في او في السلوب اللي هو الميل نفسه، اما الماسوره دي سوليد او الماسوره ديت مفرغه. طبعا بعمل بورنج الاول، بحفر الاول بري دريل هول، وبدخل الماسوره بعدين، وبعدين في بدخل خط جراوت تاني واعمل جراوتنج للماسوره ديت. Another technique. Hollow bars may be drilled and grouted simultaneously by the use of a sacrificial drill bit and by bumping grout down the hollow bar as drilling progress. يعني في المنطقة دي او في الطريقة دي اللي بيحصل ان انا بجيب بارز او ماسورة بتبقى مفرغة، والبداية بتاعتها البيت او البونطة بتاعت الحفر منها فيها في نفس يعني منها فيها في نفس الوقت، فبخرم بيها المكان اللي هو بتاع السويل بتاع النيلينج نفسه، وبادفع الجراوت من خلالها، وبعدين بعد كده بسيب الماسوره، وطبعا ساكريفيشال بيت يعني بونطه بضحي بيها جوه الارض وبسيبها جوه، ودي طريقه تانية من طرق السويل نيلينج. Bars installed using drilling techniques are usually fully grouted and installed at a slight downward inclination, with bars installed at regularly spaced points across the slope face. A rigid facing oven, pneumatically applied concrete, otherwise known as shotcrete. بمعنى بعد ما بعمل انستيلينج للبارز ديت اللي هي بتتخرم وعملها انسيرشن على المايل في التربة وبدخلها بالطريقة الاولانية او بالطريقة التانية، وبعمل لها جراوتنج، بستخدم يعني بطريقة معينة بان انا بقسم مسافات معينة لهذه البارز او هذه النيلز الدبابيس او التدبيس او يعني بيسموه الانكورز في بعض الاحيان، وبعمل بعد ما اخلص خرسانه بطريقه دفع الهواء اللي هي بيسموها الشوت كريت. Isolated soil nail head plates may be used as the surface. Alternatively,
A flexible reinforced mesh may be held against the soil face beneath the plates. الكلام ده احنا قلنا طبعا لما بعد ما بنعمل انسيرشن او بندخل الانكورز او النيل نفسه او البارز وبعمل جراوتنج بعمل فلانشا وبربط بيها بربطها في على السيرفيس. طبعا بحط مش الاول ان هو بحط نسيج الاول طبعا وبعدين بحط الفلانشات دي وبقسطها تقسيط معين بمسافات علشان تمسك لي النسيج دوت والنيلينج نفسه او البارز بتمسك طبعا المش دوت وبتعمل لي تثبيت للتربه زي ما احنا شايفين. وطبعا شايفين حضراتكم المكنه هي على الطبيعه اللي بتحفر على المايل وبتعمل الانكورز وبعدين بعد كده بنركب الفلانشات او بنحط المش الاول سواء شبكه مثلا من السلك او نسيج او حاجه كده زي الجيوتك ستايل وبنعمل عليها الانكورز ديت وبنربطها. ودي طريقه اللي هي بتحصل في تنفيذ الجيوتك ستايل. Uses of soil kneeling component may also be used to stabilize retaining wall or existing fell slopes, embankment and levees. استخدامات soil kneeling طبعا احنا قلنا وبنقول دلوقتي ان هي عشان اعمل stabilization للretaining wall للحوائط اللي هي الحاجزة سواء natural soil او soil انا بعملها جديدة وبعمل بيها الامبانكمنت وبعمل بيها المصاطب وممكن اثبت بيها ميول بذات انحدار شديد زي ما احنا شايفين في الصوره التي امامنا. وبرضو بستخدمها في سند جوانب الحفر اذا كان طبعا السند بيبقى راسي زي ما احنا شايفين برضو بس في الاوبن اريا في الحتت المفتوحه. وطبعا كده بنشوف في حاجات فرايتي من السويل نيلينج. وانا اترككم مع هذه الصور والاشكال المختلفه من السويل نيلينج. ولا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.